هي هذه العملية يعني استتباع لخطة عملية دير الفرات أم أمامها شكل جديد لعملية جديدة مختلفة ممكن لها أيضا أجندة مختلفة؟ هو الحقيقة أستاذ محمد، بغض النظر عن التسميات الآن، على الأقل الأهداف والأسباب والمسوغات والسياقات التي أدت إلى درع الفرات هي تقريبا نفسها، مع الاختلاف الزمني وبعض العوامل الميدانية التي تؤدي أو قد تؤدي إلى عملية سيف الفرات. درع الفرات كما هو معروف أستاذ محمد أعلنت في آب أغسطس 2016، وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم نهايتها في 30 من آذار مارس 2017. بدأت في المرحلة الأولى في جرابلس، المدينة الحدودية أو البلدة الحدودية على تركيا، في 24 آب أغسطس. انتهت ربما السيطرة أو الإعلان السيطرة على الباب في 24 من فبراير، لكن أعلنت نهاية هذه العملية في 30 من آذار مارس. في ذلك الوقت أعلنت السيطرة على 2225 كيلومتر مربع، وكانت هدف تركيا من هذه العملية السيطرة على 5000 كيلومتر مربع من الأرض في تلك المنطقة. وبالتالي وكأنه ضمنا أن العملية لم تستكمل كامل أهدافها، وبالتالي الباب مفتوح على عمليات أخرى. هذه إشارة أولية. الإشارة الثانية، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم عندما تحدث عن نهاية هذه العملية قال تركيا تحتفظ بحق القيام بعمليات أخرى تحت مسميات أخرى لمواجهة المنظمات الإرهابية، وأيضا كانت هذه إشارة ضمنية أخرى إلى أنه يمكن أن يكون هناك عملية أخرى. إحدى المناطق التي كانت قد تكون مستهدفة من هذا الأمر هي منطقة عفرين، سيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي القومي الكردي بين مزدوجين في 2012، وأعلن فيها وفي مناطق أخرى في يناير، كانون الثاني يناير 2014، إدارات ذاتية سميت تلك الكانتونات. لاحقا تطورت الكثير الحقيقة من الأمور، وتغيرت الكثير من السياقات، تحديدا عملية الرقة والتحفظات التركية والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأيام الأخيرة نحن نشهد مناوشات واضحة جدا، وأحيانا قصف كثير من منطقة عفرين على المجموعات الجيش السوري الحر المتحالفة مع تركيا ضمن درع الفرات، أو حتى مباشرة على القوات المسلحة التركية. والجيش التركي حشد كما ذكرت حضرتك في البداية على الحدود التركية السورية قريبا من عفرين هذه الحشود الكبيرة جدا التي يتحدث عنها حتى اسما أنها ستكون عملية سيف الفرات الموجهة لتحرير أو تنظيف هذه المنطقة من سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي. أوضح التصريحات تقريبا كانت على لسان وزير الدفاع التركي الذي قال أنه تركيا سترد على المناوشات من وفق قواعد الاشتباك، لكن ايضا اذا اضطرت لمواجهه المنظمات المصنفه على قوائم الارهاب فانها ستقوم بعمليه ولن تتردد في قيام العمليه في عفرين. الان هذه العمليه هل ستكون استكمالا لدرع الفرات؟ هل سيكون لها اهداف اخرى، صفوف اخرى؟ هذه الحقيقه المحاور التي سوف نتفضل بها مع حضرتكم مع ضيفنا الكريم بعد